انطلقت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 30 بدار الأوبرا المصرية تحت إشراف وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وتتواصل فعاليات هذه الدورة لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بمحافظات الجمهورية، حيث يقدم المهرجان هذا العام 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية. بمشاركة 9 دول عربية هي لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف. انطلقت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 30 بدار الأوبرا المصرية. هذه الدورة من المهرجان مهداة إلى روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبدو داغر. النهاردة أصبح المهرجان من أهم مهرجانات الموسيقى العربية والغناء في المنطقة العربية كلها، لأن بتاريخه 30 سنة الحقيقة هذا المهرجان كان صاحب فضل كبير جدا على كتير من الفنانين المصريين والعرب، يكون سبب في شهرتهم ونجاحهم واكتشافهم الحقيقة. وأيضا المسابقات اللي كانت بتصاحب المهرجان تم اكتشاف كتير من المواهب فيها. دورة 30 ديت فيها أولا 15 ليلة عرض، 15 ليلة عرض كبار، كل ليلة عرض فيها نجم كبير زائد نجوم مصريين شباب، بيقاموا كلهم ال 15 ليلة على مسرح النافورة في القاهرة وفي أربع مسارح أخرى اللي هو مسرح الجمهورية ومسرح الموسيقى العربية والإسكندرية ودمنهور. المهرجان بدأ بتكريم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، ثم بدأ الحفل الفني الذي يحمل عنوان لمسة وفاء، وشاركت خلاله الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالعزف على آلة الفلوت ألحان من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة. مهرجان الموسيقى العربية مهرجان نجح رغم كل التحديات اللي موجودة في كل البلاد العربية، لكن تظل مصر هي القيادة، هي الريادة. مصر دايما عندها الأصوات، احنا عندنا الأصوات وعندنا العازفين، فاحنا دايما عندنا السبق في كل حاجة. فأكيد طبعا مصر هتقدم مهرجان على مدى 15 يوم، الجديد ان احنا معانا نخبة من النجوم العرب. وخلال الحفل تم عرض فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبدو داغر، وآخر تسجيليا يستعرض تاريخ المهرجان في 30 عاما. الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والبحيرة ودمنهور والإسكندرية. مهرجان الموسيقى العربية السنة دي دورة 30، دورة صعبة شوية جت بعد ظروف صعبة، فبنجهز لها بقالنا كتير، بنستعد ليها بقى لنا كتير، بنحاول عايزين نطلع المهرجان في صوره اجمل بكتير من اللي بيطلع فيها كل سنه. السنه دي الحمد لله في مجهود كبير معمول، بنحضر للمهرجان بقى لنا تقريبا شهرين. حفلات المهرجان دايما بالذات في اسكندريه، ايا كان في اوبرا اسكندريه او في المكتبه، هو الجمهور الذواق، الجمهور الكبير المحب جدا للفن ومحب جدا لكل انواع الموسيقى العربيه. عروض فنيه مختلفه ومميزة لقمم الغناء في مصر بصحبة كوكبة من النجوم من كل الوطن العربي على أرض وطنهم الثاني مصر، منارة الثقافة والفنون.